ولسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا وتغطيتنا الخاصه لفعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ. وطبعا هذا المنتدى بيكون فرصه هائله لكل الشركات الاجنبيه العامله في مصر انها تعلن عن نشاطها وعن مجهوداتها اللي موجوده على ارض مصر. ومعنا النهارده للحديث اكتر عن نشاط الشركات الاجنبيه خاصه في مجال الطاقه المهندس محمد عبد الفتشريف عبد الفتاح، عضو المنتدب لاحدى الشركات العامله في مجال الطاقة في مصر. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني طبعا منتدى شباب العالم بيجمع شباب من كل الجنسيات الموجودة حوالين العالم، إزاي بتجدوا نفسكم كشركة بتعمل في مجال الطاقة إنكم تعلنوا عن نشاطكم وكمان تشجيع للاستثمارات؟ أهلا وسهلا بحضرتك. هو أنا عضو مجلس إدارة أحد الشركات الأجنبية العاملة في مصر وأحد الشركات المصرية أيضا. في البداية الواحد بيقول طبعا هو بيفتخر إن هو موجود في مؤتمر الشباب، وده شرف لكل مستثمر موجود في مصر إن القيادة السياسية بتتكلم مع الشباب مش بس في مصر ولكن في العالم كله. ونرجع لسؤال حضرتك، طبعا الطاقة دلوقتي بقت من أهم الموضوعات اللي بتتحدث فيها الدولة وخاصة الطاقة النظيفة. يمكن احنا النهاردة كنا في جلسة مع سيادة الرئيس بنقول ان احنا استراتيجية وزارة الكهرباء دلوقتي بتقول ان بحلول عام 2035 هتكون 42% من الطاقة المنتجة عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي الشمس والرياح، وتضاف عليها دلوقتي كمان الهيدروجين الأخضر بعد ما احنا شلنا الفحم نتيجة أثره السيء على البيئة. نتحدث واحنا على يعني مصر على قرابة تنظيم مؤتمر المناخ، مؤتمر الأطراف للمناخ في نوفمبر القادم إن شاء الله. لما تكون مصر على هذا الاستعداد وهذه المشروعات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة اللي بتقوم على أرض مصر في هذه الأيام، إزاي بتقدم لنفسها وبتكون هي راعي لهذا التوجه نحو الطاقة النظيفة في العالم؟ تمام. يمكن احنا فندم كنا لسه في اجتماعات مع السيد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بنتكلم على تجهيز مدينه شرم الشيخ لمؤتمر المناخ اللي هو كوب 27. طبعا عايز اقول لحضرتك ان طبعا المؤتمر ده فرصه ان احنا نحول مدينه شرم الشيخ بالكامل لمدينه خضراء، مش بس في مجال الطاقه، في مجال السيارات انها كلها تعمل بالكهرباء. واحنا يمكن انا هتكلم على الشركات اللي انا عضو مجلس اداره فيها، احنا حاليا عملنا محطه طاقه شمسيه 5 ميجا موجودة حاليا في شرم الشيخ مربوطة على الشبكة طبقا لتعريفة التغذية المرحلة الأولى. والحاجة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك إن إحنا دلوقتي في مباحثات مع وزارة البيئة ومع محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء إن إحنا إن شاء الله الفترة الجاية وقبل مؤتمر المناخ هنقوم بإنشاء محطة أخرى 5 ميجا صديقة للبيئة علشان يكون في أكتر من محطة طاقة شمسية بتغطي جنوب سيناء قبل مؤتمر المناخ إن شاء الله. يعني من أهم الجلسات والندوات اللي ناقشها المؤتمر والمنتدى شباب العالم هذا العام هو التغيرات المناخية وكيفية مواجهة هذه التغيرات المناخية. ويمكن السيد الرئيس في كلمات تحدث كثيرا عن أن ده دور الإنسان دلوقتي أنه هو يلحق البيئة من الأضرار اللي تسبب فيها. حضرتك شايف إزاي مصر بتخطو خطواتها نحو الخطوات الحقيقية نحو القضاء أو مواجهة التغيرات المناخية خاصة طبعا على أرض مصر؟ طبعا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، يمكن جلسات النهارده وامبارح اللي حضرها سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء بيتكلموا على التغير المناخي. يمكن احنا شفنا في فتره وجيزه جدا في 2022 ان حصل زلازل كتيره جدا في مصر، فاحنا عايزين نقول ان هذه الزلازل برضو مؤشر ان احنا ما ندخلش في الحزام بتاع منطقه الزلازل. فاحنا دلوقتي بنشتغل في خطوات كتيره جدا على موضوع المناخ، منها يمكن حياه كريمه. حياه كريمه دلوقتي يا فندم انها بتحاول ان هي تحسن حياه اكتر من 60 مليون ويمكن باستثمارات تزيد عن 700 مليار جنيه. من ضمن هذه المشروعات تبطين الترع، توصيل الكهرباء، الصرف الصحي، كل هذه المشروعات بتخلي فرصة ان احنا ميبقاش عندنا مشكلة في تغيرات المناخ. وسيادة الرئيس قالها واضحة وصريحة دلوقتي حالا ان مصر من اقل الدول عرضة للتغير المناخي، لكن لازم ناخد خطوات استباقية علشان ما نتحطش في هذا الحزام اللي يأثر على الدولة المصرية. احنا يمكن اعتدنا ان في منتديات شباب العالم بيخرج دايما بتوصيات في نهاية المنتدى بيتم بالفعل تفعيلها وبيتم كمان تفعيلها دوليا، بتكون توصيات بنوديها للأمم المتحدة لمناقشتها وما الى ذلك. بالنسبة للجزء الخاص بالتغيرات المناخية بعد هذه الجلسات والمباحثات، يعني توقعات حضرتك لأبرز التوصيات اللي هيخرج بيها المنتدى فيما يخص التغيرات المناخية؟ تمام. طبعا حضرتك النهاردة اليوم الثالث ولسه بكرة، طبعا احنا
بنحاول نكونسوليديت كل التوصيات اللي هتطلع. لسه عندنا النهارده جلسات، لسه في بكره جلسات، لكن انا متوقع من ضمن الجلسات ان احنا نحول مدينه شرم الشيخ وبالتالي كل المدن الى مدن خضراء صديقه للبيئه، نحاول بقدر الامكان ان احنا نبتعد عن البوليوشن، نحاول نبتعد بقدر الامكان عن المشاكل اللي تؤثر على البيئه، زي مثلا الاعتماد على الفحم. الاول كانت وزاره الكهرباء بتعمل مشاريع عن طريق الفحم، دلوقتي تم الغاء الفحم ووضع مكانه استراتيجيه بتحط انتاج الطاقه عن طريق الهيدروجين الاخضر. فدي من ضمن التوصيات اللي في الطاقه الجديده والمتجدده، وان شاء الله نستنى لغايه ما بكره يبقى موجود ونحاول ان احنا نجمع كل التوصيات ونقولها مره واحده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا المهندس شريف فتاح، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا يا فندم، شكرا، الف شكرا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، ولسه مواصلين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصه لفعاليات منتدى شباب العالم من شرم الشيخ. شكرا للزميله ميرفت المليدي مفادة التلفزيون المصري في شرم الشيخ.